للأثر فعلا بالنسبة لمصر. أنا هستأذن حضرتك أن نتوقف عند فكرة، وهنا عايزة كمان أفكر دكتور علي في لقائنا السابق كنا بنتكلم عن تداعيات الاقتصاد بعد جائحة كورونا، وفاكرة أن حضرتك كنت بتكلمنا عن فكرة أزمة الشحن والتسويق والأزمة الكبيرة اللي لسه اتكلمنا عنها من شهرين. إيه شكل السيناريو وإحنا بنتكلم عن أزمة سابقة، تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي لسه قائمة وموجودة، ثم تأتي حرب ما بين روسيا وأوكرانيا، ثم يأتي توتر ما بين الصين وتايوان. إيه شكل الخريطة الاقتصادية؟ ممكن تكون القلق السياسي ده نابع من الخريطة الاقتصادية اللي فيها حالة من الهلع اللي أصلا موجود؟ احنا طبعا لسه يعني لغايه دلوقتي احنا شفنا، يمكن حتى زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي، يمكن من شهرين كنا بنتحدث عن فكره التضخم العالمي، ويمكن حتى فكره التضخم العالمي دوت احنا شفنا يمكن تقرير في يوم 14/2 الماضي للاي ام اف او صندوق النقد الدولي كان بيأكد على عودة التضخم العالمي والتأثير السلبي على كافة الدول. ويمكن كمان احنا بنشوف طبعا الفاتورة بتبقى أكبر على مستوى الاقتصادات النامية اللي اوريدي قبل حتى تداعيات كورونا هي عندها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا على مستوى الفرد ومستوى الخدمات ومستوى المديونية وعجز في الموازنات، وعندها مشاكل كبيرة جدا اقتصاديا. فبالتالي مع جائحة كورونا والمشاكل بقى الخاصة بالتجارة والإنتاج والاستثمار وعدم اليقين، دي كلها اكيد وضعت ضغوط عليها. نيجي بقى طبعا للازمه اللي اضافت للاقتصاد العالمي مزيد من التحديات. مش بقول كمان عشان الحرب الدايره ما بين روسيا واوكرانيا لو احنا شفناها كحرب بس، لكن علاقه روسيا بالاقتصاد العالمي وتاثيرها على الاقتصاد العالمي وتاثير بالظبط. احنا بنتكلم على قوة اقتصادية ليست قليلة، وبنتكلم كمان يعني انا عاوز حتى نفتكر كلنا مع بعض في يعني في الماضي القريب كده، الحرب التجارية ما بين الصين وامريكا هي اثرت على الصين وامريكا بس؟ لا طبعا، الاقتصاد العالمي كله اتاثر. وبالتالي لما بنتحدث عن الحرب والازمة الحالية ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، لا خلينا نشوف ان في كتير من الاطراف، لا وبنتكلم عن دولتين سلة القمح في العالم يعني. وخلينا كمان نبص على الدول اللي هي في الصراع بشكل غير مباشر، يعني خلينا نقول من منطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية من جانب والصين من جانب اخر. وبالتالي احنا بنتحدث عن اقتصادات كبرى متشاركة في هذه الأزمة، وبالتالي التأثير أصبح أكبر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. ومن هنا كمان التداعيات السلبية على كافة الاقتصادات اللي ليها علاقات تجارية كبيرة مع روسيا أكيد هتتأثر بشكل سلبي. بجانب كمان يمكن حضرتك ذكرتي الملف المهم جدا المرتبط بالقمح، لكن هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية زي ملف الطاقة بالنسبة لمنطقة اليورو وبالنسبة للعالم. بنتكلم على السياحة، واحدة من الملفات المهمة اللي كتير من الدول أكيد هتتأثر.